قاعد اشوف الجانب الحلو بالكويت. تويتر خلاني اشوف الجانب السيء اللي ما كنت شايفته. شنو الجانب الحلو؟ خلينا نشوفه وياك. اي ما انا ما كنت اشوف هالاشياء فما ادري عنها. لا يقول لك شنو الجانب الحلو اللي في الكويت، يقول لك خلينا نشوفه. يقول لك مشاري مو انا ما في جوانب حلوه عندنا. لا في جوانب حلوه مو لهالدرجه. في امور حلوه اكيد، في وايد امور. مثل شنو تبي؟ ما انت اللي شفتي مجالات وايد، صعب اني احدد لك شنو تبي بالضبط. اللي من اي ناحيه؟ اللي شفتي باي ناحيه من النواحي؟ ديرتنا حلوه، عندنا حريه، عندنا ديمقراطيه مو موجوده باي دوله عربيه. احنا وصلنا لمرحله. لا 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 مو يا كويت. لا 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 انا طبعا هالجمله هذه لا، بس احنا عندنا ديمقراطيه مو متوفره باي مكان ثاني. انت انا بالنسبه لي قاعده انتقد الشيوخ وقاعده انتقد وزراء وقاعده انتقد، ما حد يكلمني ولا حد يقول لي ايش تبين اساسا، وايش حقه قاعده تكتبين هالكلام. يعني هذا الشيء مو متوفر بدول ثانيه. يعني مو حد اللي قالت. بالعكس انا لما انتقد نواب سابقين قضيه الحريه والديمقراطيه، واليوم تستطيع انت يا مشاري بويابس تنتقد من سمو الرئيس الوزراء الى اصغر. هذا شيء حلو مو شيء مو حلو. ما نختلف، هذا موجود في الكويت. ما نختلف، ولكن هذا ما هو هبه ولا هو عطيه من احد. نعم هذا موجود في دستور اقصى. اي فشيء حلو انك قاعد يطبقونه. موجود عند غيرك. اي بالضبط، هذه ميزه. انا ليش السؤال، انا السؤال ليش تطالعون غيري اللي مو موجود عنده وما تنظرون الى غيري اللي موجود عنده هذا الشيء؟ انتم قاعد تتكلمون عن دول الجوار. انا ايش قلت بشاري؟ قلت ان الجانب السيء انا ما كنت اشوفه، شفته من تويتر. لانه بالنسبه حق الاعلام وحق الجرائد ما يدفي معلومات ما يقدرون يطلعونها. فهذه امور لا خلتني اشوف الجانب السيء اللي انا ما كنت اشوفه. احنا الظاهر راح تصير مجرى بينكم. لا السالفه هذه زين، بس معانا اتصال هاتفي يعني، ومن انسانه عزيزه ونقدر.